تشبحت لا لا بمرومي تشبحت لا لا بمرومي تشبحت لا لا بمرومي وعلى رعش لما صورة طاوة لولينا شا خلع الدان العلمين حي الماران وآل علم حيلو تنبحنا نغدا نشمش راز قديشة إثي الحودات والبرقان دخيانا حلاشا برحمة ودورة حبي ومارة خول العلمين أودي لخبع تربثة هللويا وعم السريه زعرنا هللويا هللويا ايه لشما ربا وزحيلا قديشا ومرخط وثانا لام الدركانا دتلي ثاي وثاخم شبحتا والطيب وثغد الوذق انسان حياوينا لو دم نزقط ونشبع بخل عدا ما ردخل وورا وروحا قدش العلمين Oh, yeah.
حلاوة ولو راب الروحة قدشة كنشد ملاخم شبحين بويوت لغيان أزغيدة مات بأحبا مارا وعلى أن ريحة هنيت وسيموثة حباق نهرا نوشاة بذعت دشرارا نشتويت نقبل قليان أفرح حبي ومش ميا ثم نوديلق من شبحا لا شل وبعي تم خلل تملي كل عذراني خلطوين دتو ما روارو يدخل العالمين قاول موداي المريا والمزمار الأشماخ ريما والروحات قدشة من عالم وذم العالم آمين وآمين توما شاري رايث من احمان الطغرين واتو باروق الطاوت دوشاتا ومن اطران من اطحي والاخمر حياوينا لو دو نسقط وان شباب خل عدا ما ردخو للعلمين حلاوة ولورا والروح قدشا قديشا لها قديشا حلثانا قديشا لما يغذى إثراء من عالم وضم العالم آمين وآمين نتضرع إليك أيها القدوس المجيد O Holy Glorious Martyr and Immortal One who dwells and delights in the saints, we implore you, O Lord. Turn to us, forgive us, and have mercy on us as always, O Lord of all, أيها الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. أنر عقولنا يا ربنا وإلهنا Enlighten us, O Lord and our God, that we may listen to and understand your pleasant, life-giving, and divine commands. Grant you through your grace and mercy that we may gain the gifts of love, hope, and salvation
for our bodies and souls, and always sing a perpetual praise to you, O Lord of all, أيها الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. اجلسوا وانصتوا إلى سفر أشعياء بارحمة. مبارك الله رب الكل الذي هبنا الحكمة بتعليم المقدس فليفض رحمته على القارئة وعلى السامعين كل حين إلى الأبد. ويل للنازلين إلى مصر للاستنصار المعتمدين على الخيل المتوكلين على المركبات لأنها كثيرة وعلى الفرسان لأنهم أقوياء جدا الذين لا يلتفتون إلى قدوس إسرائيل ولا يلتمسون الرب هو أيضا حكيم فيجلب الشر ولا يرجع عن كلامه بل يقوم على بيت الأشرار وعلى نصرة فاعلي الآثام إنما مصر بشر لا إله وخيلهم جسد لا روح فإذا مد الرب يده عثر الناصر وسقط المنصور وفنوا كلهم معا لأنه هكذا قال لي الرب كما يزأر الأسد والشبل على فريسته وإذا تنادى عليه جماعة من الرعاة لا يفزع من صوتهم ولا ينثني من جبلتهم كذلك ينزل رب القوات للمحاربة على جبل صهيون على تلته وكالطيور الطائرة يحمي رب القوات أورشليم يحمي فينقذ ويعفو فينجى توبوا إلى الذي تمادى بنو إسرائيل في عصيانهم له لأنه في ذلك اليوم ينبذ كل واحد أوثانه من الفضة وأوثانه من الذهب التي صنعتها لكم أيديكم الخاطئة ويسقط آشور بسيف لا بسيف إنسان ويلتهمه سيف لا سيف إنسان فيهرب من السيف ويكون شبانه للسخرة ويهجر صخره من الفزع ويرتعب أمراءه ويتركون الراية يقول الرب الذي له نار في صهيون وتنور في أورشليم بارخ مار Listen to the prophet Isaiah, chapter 31, Baruch Mar. May Christ enlighten you with his teaching and make you worthy model for those who are listening to you. Woe to those going down to Egypt for help, who put their trust in horses, who rely on the quantity of chariots and on great strength of cavalry men, but do not look to the Holy One of Israel or consult Yahweh. Yet he too is wise, and can bring disaster, and he will not go back on his word. He will rise against the breed of evildoers and against those who protect wrongdoers. The Egyptian is human, not divine. His horses are flesh, not spirit. Yahweh will stretch out his hand. The protector will stumble. The protected will fall and will perish together. Yes, this is what Yahweh has said to me. As a lion or lion cub growls over its prey, when scores of shepherds are summoned to drive it off, without being frightened by their shouting or cowed by the noise they make. Just so Yahweh Sabaoth descends to fight for Mount Zion and for its hill. Like hovering birds, so will Yahweh Sabaoth protect Jerusalem. By protecting it, he will save it. By supporting it, he will deliver it. Come back to the one whom the Israelites have so deeply betrayed. For that day, each of you will throw away the false goods of silver and the false goods of gold, which your own sinful hands have made. Assyria will fall by the sword, not that of a man, will be devoured by the sword. Of no man being, he will flee before. Baruch Ma. إلولا موشى قاوي هللويا 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 إلولا موشى قاوي
فانظر عثر ذما شوحالا ولورا والروحات قدشا من عالم وذم العالم من وعلم هللويا هللويا هللويا. من رسالة بولس الرسول إلى أهل السالونيقي يقول: يا إخوة بارك الله لنورك المسيح بحكمة التعليم المقدسة ويجعلك مرات النيرة لكل الذين ينصتون إلي. من بولس وسلوانوس وطيماثوس إلى كنيسة السالونيقيين التي في الله أبينا وربنا يسوع المسيح. النعمة معكم والسلام من الله أبينا ومن ربنا يسوع المسيح. إنه يجب علينا أن نشكر الله من أجلكم يا إخوتي في كل حين كما يحق، لأن إيمانكم يزداد كثيراً ومحبة جميعكم تكثر من كل واحد لصاحبه، حتى إن نحن أنفسنا نفتخر بكم في كنائس الله لأجل إيمانكم وصبركم في جميع اضطهاداتكم وشدائدكم التي تحتملونها لإيضاح حكم الله العادل لتستحقوا ملكوته الذي لأجله تتألمون. فإنه من العدل عند الله أن يكافأ بالضيق الذين يضيقون عليكم، وأنتم الذين تتضايقون يحييكم معنا عند ظهور ربنا يسوع المسيح من السماء مع قوة ملائكته، حين ينتقم بلهيب النار من الذين لم يعرفوا الله ومن الذين لم يطيعوا بشارة ربنا يسوع المسيح. فإنهم سوف يجزون في الدين هلاكاً أبدياً من وجه ربنا ومن مجد قدرته، إذا أتى ليتمجد في قديسيه ويظهر عجائبه في مؤمنيه، لتصدق شهادتنا لكم في ذلك اليوم. فلذلك نصلي من أجلكم كل حين ليؤهلكم الله لدعوتكم ويملأكم من كل إرادة في الصالحات وأعمال الإيمان بقوة. والنعمة والسلام مع جميعكم يا إخوتي، آمين. قديشة مارا إيشا عمشيحا كرزوسا إلي أن لوقا تقروا لإيش على ريحه خسم يا إثواك تيووي والسبثة أرخى وقاوي وشميل قالت كنشا بعبارة بقير مني لآذي ميري طال حيشا نصرايا لبفياتا معيط لي ميري يا إيشا برون الداوي ثم راح ملي
شخصي والد آنت وي وبرخاشة قامت إيشو ساكن و آهو بشمع ليلة قال عميط لوي ميري برون الداوي ثم راح ملي وحمل لإيشو بقدلة ميثي للقيبع كود قرولة كباقي ري ميري طالع ما كبت دأودن طالخ أو يمير استاذي تدألن يمير طالح إيشو تقول هي ما نوثق مخيالو عدانت اللي وآثي وبطري حمشابح واتالها كل عما دغزلي ولا شوحا تآلها. لما دخل يسوع أريحا واجتاز فيها إذا بي رجل اسمه زكا كان غنيا ورئيسا على العشارين وكان يحب أن يرى يسوع من هو ولم يكن يقدر من الجمع لأنه كان قصير القامة فأسرع وسبق يسوع وصعد إلى جميزة لينظره لأنه كان مزمعا أن يجتاز بها فلما انتهى يسوع إلى ذلك الموضع رآه فقال له أسرع أنزل يا زكا فاليوم ينبغي لي أن أكون في بيتك أسرع ونزل وقبله فرحا فلما رأى جميعهم ذلك طفقوا يتذمرون قائلين أنه دخل فحل عند رجل خاطئ فوقف زكا وقال ليسوع هانذا يا رب أعطي المساكين نصف أموالي وكل من قد غبنته في شيء أرد له الواحد أربعة أضعاف فقال له يسوع اليوم صار الخلاص لهذا البيت لأن هذا أيضا ابن إبراهيم لأن ابن البشر إنما جاء ليطلب ويخلص ما كان هالكا وشوحا لا لا أمينا Please, as you stand, please, everyone stand up. Everyone stand up, please. كلنا حملوا خلاقنا, please. Just 1 minute, be silent for our queen. She's rest in her soul in peace in heaven. Be silent, and after that, we pray one Our Father and one Hail Mary. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy will come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Assalamu alaikum, ya Maryam, al-mumtali'a na'matan, al-Rabbu ma'aki, mubaraka anti fil-nisa. ومباركة ثمرة بطنك يسوع يا مريم القديسة يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطاة الآن وفي المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الدهرين آمين بسم الله الاب والابن والروح القدس الاله واحد امين احد مبارك للجميع وخوش ابوخن بريخه مريا حاميله وخن ومريا ناطيره وخن بركات مريا دائما هاوى من نوخن وطلبخ صحه وعافيه تكلوخو والام حاسيله ملكثا ويوم الله شوطح ملكوثة دشمية وناطر ملكة خاثة ما ايبه وماصي هايبه تخادم لأذ اثرى
ليلة زورة أثرة رابة لدهايبها وملكة حكيمة تأثرة ديح وأثرة واثخينة. نطلب الصلاة والرحمة على روح الملكة اللي انتقلت إلى الأقدار السماوية وإن شاء الله مكانها ملكوت السماء، وأيضا نصلي من أجل الملك الجديد حتى يكون ملك حكيم حتى يحكم بحكمة هذا البلد. البلد ما صغير ولا قصير، وبلد كبير وعظيم، ولازم نشكر على الخيرات اللي يعطينا إياها هذا البلد دائما، ونصلي من أجل الرؤساء مثل ما يطلب من عندنا الكتاب المقدس. الرحمة لجميع الموتى ويحفظ جميع الحاضرين. أخوتي خواتي المباركين، اليوم مثل يسوع أعطانا إياه على إنجيل لوقا، اللي هو دخلنا زمن جديد، زمن الأحد الأول من زمن إيليا. خلصنا زمن التوبة، زمن الصيف خلصناه، دخلنا في موسم جديد اللي هو زمن إيليا حسب السنة الطقسية الكنيسة مالتنا. هذا الإنجيل يربطنا بهواية نصوص، منها الربط يربطنا بمثل الزارع الفريسي والعشار لحد ثمر، واليوم أعمى من بطن أمه، واليوم عندنا أعمى أريحة. أكو أعمى أريحة وأعمى من بطن أمه. أعمى أريحة اشبينه الفرق بينه وبين أعمى من بطن أمه؟ من يجاوب؟ What's the difference between this blind for today we mentioned in the Bible and the blind was from his mother's womb? What's the difference between that blind man and this blind? This man. غيرك غير يلا. إيه؟ وهذا؟ بعد. إيه تقريبا وصلت صحيح. هذا الإنجيل اليوم، الإنجيل اليوم ما قال لنا لوقا هذا أعمى من بطن أمه، هذا يقول أعمى صار maybe by accident, maybe he was sick, he got blind, maybe something happened to him and he lost his eyes, his vision. It's different than the person he was in his mother womb. Then what Jesus do for both peoples. شنو يسوع سوى ويا أول أعمى من بطن أمه ويا أعمى أريحة؟ إيش سوى؟ إيه؟ وهذا؟ إيمانك خلصك. إيه؟ البطن أمه سوى طين، شوفوا خلق جديد، وهذا قال له روح إيمانك خلصك. بس قبل ما يقول له روح إيمانك خلصك، السؤال يسوع يسأله لهذا الأعمى ويسألنا أن كلتنا، شنو قال له يسوع؟ أرفع عيد ما أعرف منه ده يحكي. شنو قال له يسوع؟ منه حكى؟ أكو واحد حكى قال هنا أنا من يمكم؟ نو هنا أنا؟ نو لعن منه حكى؟ ماذا قال يسوع؟ ماذا تريد؟ Jesus asked this blind and he said, what do you want from me to do for you? What do you want? اليوم يسوع يسأل كل واحد من عندنا، شو تريد؟ شو تريد؟ أنت تحكين عربي سورة شنو كلداني إنجليزي؟ What are you talking? Huh? English. Jesus asked you, what do you want from me to do for you? What do you want? Say something. You want candy? اليوم كل واحد من عندنا يسأل يسوع هذا السؤال. ليش احنا جايين؟ ليش جايين؟ ليش اجينا اليوم؟ خصصنا اليوم اجينا للكنيسة ليش؟ هذا هو يسوع يسأل. Why are you here today? What do you want? شو تريدون؟ سلام. ها؟ سلامة. بعد غيرك. To talk to Jesus, ask for blessing. Excellent, good. بعد غيرك.
شكر لله. بعد your kids over there. Yes. Lucy, Sufi, Dina. Leona, where is Leona? Yalla, say something. By microphone. Yalla, yalla. Why are you here today? What do you want from Jesus? Because Jesus said, he asked you, what do you want from me to do for you? What do you want? Blessing? Bless our soul. Good. Gherik, gherik. Yes. No war. No war. Excellent. Hello, Ajubata. Good. Excellent. Good. Thank you. Eh. مقدس ونصلي. بعد. مغفرات الخطايا. بعد. لا يحكي واحد كيفه. منو حكى؟ جسد ناخذ جسد يسوع. بعد. You forgot something very important. You forgot very important things. قلنا مغفرة الخطايا. بعد. نسينا فشي مهم. المصالحة مع الذات ومع الآخر. المصالحة. احنا ما نصالح مع بعضنا، نجي نتناول ونطلع ومزعلين واحد من الله او منطق واحد الله او ما نحب واحد الآخر. المصالحة هاي نقطة مهمة. اجي اتصالح اولا مع نفسي، لانه شوفوا ليش قلت هذا المثل يربطنا بهواية امثال. الابن الشاطر جلس مع ذاته وكلم ذاته. ما اريد ادخل بهذا الموضوع لاني يعجبني هذا المثل، ابن الضال كثير يعجبني. يجي بوقته لما قعد مع ذاته، صالح ذاته، بعدين قال اروح يم ابويا اتصالح معاه. أنت احنا اليوم قعدنا كلتنا الصبح، هل يا ترى خلينا هدف معين بحياتنا اروح للكنيسه حتى نسوينه؟ لو صار روتين. الكنيسه صايره روتين يا منا، تعرفون الكنائس اليوم القداديس صايره روتين. بالقداس اذا الكاهن دا يصلي اكو ناس تحكي، اذا الشمامسه دا يصلون اكو ناس تحكي، اذا القراءه من عهد القديم اكو ناس تحكي، إذا الشماس يقرأ رسالة بولس أكو ناس تحكي، إذا يقرأ الإنجيل ناس تحكي. ما منتبه لأن صار روتين. وحتى هسا أنا أقول لكم إياها بصراحة، هسا لو أنا أقف أبونا هنا وأبدي شرح وياكم بالنص الإنجيل الأحد الأول من إيليا، نلاحظ هاي الفترة ونركز على مواضيع التوبة وجميع القصص التي ذكرناها مثل الفريسي والعشاء. إذا على هالنمط أتكلم معاكم رح يصير نمط واطي وروتين، والناس يمكن رح تدير وجهها يمين ويسار رح نام، بينما لو أتحرك وأسأل واحد منكم رح كلكم تنتبهون. رح تنتبهون ليش؟ لأنه أبونا خاف يسألني خلي أشوف شي يديت من عندي. بينما لو أبقى هيك ورقة قدامي بس أنا أتناقش وياكم، أتناقش لأن يسوع دا يتناقش معانا. يسوع كان يعرف أكو أعمى بالطريق، أنا دا أركز على أعمى ما دا أركز على العشار. عشار لأن تكلمنا كثير عن عشارين أحد الماضي، عشار كان سعد على الهيكل يقول له يا الله اسمع أنا أصوم وأنا أعمل كذا وأنا مو مثل هذا. وهنا بس العشار اليوم هذا العشار يختلف عن عشار البارحة. العشار البارحة أحد الماضي اللهم ارحمني على الخاطئ، فريسي يتكبر. اليوم احنا لا تاخذوا، احنا شقد فريسيين نفتش على مصالحنا ما نفتش يسوع شي يريد. لهذا يسوع سأل شو تريد انت، ليه جاينا؟ ويسوع كان يعرفك بالأعمى بالطريق. شوفوا على الطريق، كان جالس على قارعة الطريق وسمع صوت. لما دا يشوف بالعين المجردة ماذا إش جاوبوا الناس؟ الناس ماذا جاوبت هذا؟ What they answer? That blind man, he said, what's happened? What's going on? And the people, what they answer? رفع ايدك لو حكيتي راسك. What the people they answer? شنو جواب الناس على هذا العمش؟ ماذا قالوا له؟ لا الناصري، قالوا يسوع الناصري ديفوت منا لأنه من ناصرة. شوفوا
رجل كان نازلا من أورشليم إلى أريحا. اليوم يسوع وصل إلى أريحا. أكو هذا الأعمى، أكو هذا الأعمى. يسوع يعرف أكو أعمى بالطريق حتى يعلم الناس. هذا أعمى بالجسد بس البصيرة مالته حيل مفتوحة. قالوا له يسوع الناصر دا يفوت منا. هو إيش جاوب الأعمى؟ يا يسوع ابن يوسف ارحمني. ما قال ابن يوسف ولا قال ابن الناصرة، قال يا يسوع ابن داود. زين هذا ايش مدرينه؟ هذا ما شايفه، هذا اعمى، والناس قالوا له يسوع الناصري. اليوم يقولون اندراوس ده يمشي منا، انا ما قال توما ساعدني، يقول اندراوس. بس هذا رأسا يسوع الناصري حولها يا يسوع ابن داود ارحمني. والناس اللي حوالين يسوع، هذا ايش دي يحكي ابن داود؟ هذا اعمى وهالشكل دي يحكي؟ اسكت لا تحكي. الزرع خرج الزرع ليزرع، قسم وقع على قارعه الطريق، هذا جالس على قارعه الطريق، فكان ينداس من الناس، والناس اليوم رادت تسكته تخنق الكلمه الايمان. يسوع ربط، ماذا قال بالنهايه؟ ايمانك خلصك. لهذا يسوع اليوم يسألنا شو نريد احنا من يسوع. نجي للقداس، ندخل كنيسة. احد الماضي شرحت شوية دخلت الباب كثير مهمة، دخلت الباب خلي أسلم على يسوع، احنا لا نسلم واحد على الله. نجي للكنيسة نتهيأ من جوا ومن خارج حتى نقدر نستلم نقبل جسد ودم يسوع مثل ما ذكرتوها. هل يا ترى احنا متهيئين؟ هل يا ترى قلبنا نظيف حتى نتناول جسد يسوع؟ محتاجيها هذه، مدى ناكل خبز عادي. وعلى فكرة البارحة خاف تسمعون، رحنا للكنيسة، الكاهن باي مستيك قافل الكنيسة وقافل السكرستية وقافل كلها. رحنا من تيسكو اشترينا خبز، وهمزين كان عندي شوية واين بالجنطة، قدسنا بصاري خبز، جبنا خبز قدسنا بالخبز، ويجوا الناس أكلوا خبز. شماميسة الله يحفظهم السمير وشماشة جورج، بقى هواية قاموا أكلوا كله. شفت وهمزين بطل مي هواية، قدسنا بخبز عادي. صرت مجبور، بس هذا قداس، هذا حتى نتهيأ. هل يا ترى أنا جاهز لهذا الجسد ودم يسوع؟ لهذا يسوع يسأل شو تريدون؟ الريت أن تفتح عيوننا، ما كانوا كلهم دار مدار يسوع قالوا يسوع الناصري، ما قالوا يسوع ابن داود، قال يسوع الناصري. لهذولا كلهم طلعوا عميان، بس هذا الأعمى طلع مفتح. يطلع واحد من عندنا فعلا جاي للكنيسة بكل إيمان وتواضع ومحبة. أنا متزاعل ويا واحد، ختمنا النص الثاني زكى العشار، قال اللي ظلمت واحد منه اعوضه باربع اضعاف. معناته هذا شقد سارق زكى، شقد سارق. منو يعرف شنو معنات اسم زكى؟ اسم زكى شنو معناته؟ شنو معنات اسم زكى؟ What's the meaning of the name Zacharias؟ معنات زكى 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 طاهر، طاهر ونقي. It's purify like pure, clear or pure. نقي، طاهر ونقي. زكى طاهر ونقي. ماذا قال؟ أعوض كل واحد أربع أضعاف، وإذا ظلمت أعوضه نص أموالي أوزعها. شوفوا هذه أكو فكرة. هذا إنسان اكتشف أنه خاطئ، اكتشف. شوفوا عشار الأحد الماضي ما قدر يتقرب للهيكل، عشار اليوم يسعى الشجرة لأنه قصير، لأنه قصير راح يسعى الشجرة. ويسوع يعرف راح يفوت من هناك، ويعرف راح يسعى زكى هناك. بس يا زكى أنت مو أنت راح تصعد على الشجرة، ابن الإنسان سوف يصلب على الشجرة، لأن شجرة صنع منها خشب، مو أنت. انزل، هاي مو مكانك، هاي مكان ابن الإنسان. فنزله يسوع، لأنه يسوع على خشبة الصليب ارتفع. هاي الشجرة هي رمز للخشبة اللي صنعوا منها خشبة يسوع. فهذا زكى وهذا الأعمى، شوفوا أكو مختلف أنواع مختلفة من الصلاة نرفعها إلى الرب المخلص.
فاليوم احنا شنو هي صلواتنا بدنا نقدمها؟ تجي هالأبانا والسلام اللي بدنا نصليها الروتين بشفانا. الويل لهذا الشعب يكرمني بشفتيه بس قلبه بعيد بعيد. فاخوتي خواتي المباركين، كل مناسبة نيجي بها للكنيسة خلي يكون عندنا هدف، نقدم اليوم قداسي صلاتي إلى نية معينة، يكون عندي هدف حتى تبني إرساليتنا، حتى تستمر إرساليتنا بحضوركم بدعواتكم بصلواتكم وبدعمكم الفعلي الحاضر. هالشكل إرسالي، هالشكل الكنيسة تقوم، ما تقوم على كاهن ولا على شماس ولا على جوقة، على الكنيسة كلها كلتنا إيد واحدة حتى نقوم ونسبح ونمجد اسم الله دائما وأبدا إلى أبد الآبدين. آمين. لنقف حسنا بخشوع واجتهاد ولنطلب قائلين: يا ربنا ارحمنا. يا أبا المراحم وإله كل تعزية نطلب منك، يا مخلصنا والمهتم بنا ومدبر الكل نطلب منك، لأجل أمني واتفاق كل العالم وجميع الكنائس نطلب منك، لأجل بلدنا وكل البلدان ولأجل اصطلاح كل العالم نطلب منك، لأجل السلام والاستقرار وخصب السنة وغلات الأثمار نطلب منك، لأجل آبائنا القديسين مار فرانسيس بابا روما ومار لويس ساكو جاثوليق الباتريك، ومن أجل أسقف رعيتنا ولأجل الجماعة التي يخدمونها نطلب منك، من أجل شفاء المرضى والفرج للمتضايقين ومكتئبي النفوس نطلب منك، من أجل أمواتنا وجميع الموتى الذين انتقلوا من بيننا على رجاء القيامة نطلب منك، يا رب ارحمنا. خلصنا أيها المسيح ربنا بنعمتك وكثر أمنك وسلامك وترحم علينا. آمين. نشفع بعد لولا رأت الشان لا أخمر يا لا حلثان متكش بينان وشال إلى شملا ما طيبوسا أشفى بيدي موثق رحمة وحنانة دالة أوثق نيوي مار حسيد حبت عماق والشوقان دح طايق اللعانة برعيثق دقوت لا خب طيب وترحمك ما ردخل وورب روحة قدشة العالمين نار اخوار اركير شكل سياميثا قبل بركثا قربانا هانب أبيك الياثر
نتقدش من ثت آله وروحة قدش نهويلا الأضرانة والبرقانة والحية دل عالم علمين من كوث دشمية بطيبوث دمشيحة شو حلاوة والأمراء والروح القدس المجد للآب والابن والروح القدس نذكر على المذبح المقدس العذراء مريم أم الله للأزل وإلى الأبد آمين وآمين يا رسل الابن الوحيد وأحبائي صلوا من أجل أن يتحقق السلام في المسكونات ليقل الشعب كله آمين وآمين ذكراك يا مر يوسف على المذبح المقدس مع الأبرار الصديقين والشهداء المكللين عقد رقد على رجائك جميع الموتى ابعثهم يا رب بالمجد في قيامتك المجيدة صلى شلام عمان صلوا على الدخرانة آواهين قاثوا ليقوا أبسقوبي وثقل هون قيشهم شمشانة غادودة وثولاثة وثقل هون أيلين تعنذ وانبق من علم هانب هيمانوثة دشرارة ونصلي من أجل المرحومين نسيمة مرقس طليا صبري إسماعيل حنا جميل جورج يوسف مرقس طليا سامي أبو الصوف عوني أبو الصوف يوسف عديشو جنفياف عديشو سارة كينا تريزا دانيال ندى حكمت حكمت حنا إدوين آرمسترونغ عبد المسيح هرمز يوسف هرمز فريدة كاكا نعمان جميلة يعقوب جميل يوسف سكا دكرانوئي هاغو جانيت جميل يوسف زهير داود بغدي الأنفس المطهرية ومن أجل شفاء المرضى بثينة عوديشو جاندار عوديشو مايك ثويني سلامة عائلة ندى حكمة نية باهرة جرجيس ايفن ويليامز وادخل هون آواهين وحين وادخل هون بنين وناثن وادخل هون ملكة مهيمنة رحمة لمشيحة وادخل هون نوية وشليحة وادخل هون سادة وموديانة دثن وذوخ الأثر عليها تخلل النون بقي يمتد من بث ميثة نتلن عمهن صورة طاعة ومناثة ويرتوث تحيب ملكوث دشمية بارخ مار نسألك متضرعين أن تعضدنا لنخدمك بمحبة كاملة وإيمان حام بارخ مار ونعطي لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وإلى الأبد آمين الله أم روحا أحايا شلما
هذا بحبه دم شيحه. ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس معنا جميعا الآن وإلى الأبد آمين. أفكاركم إلى العلا إليك يا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أيها الملك الممجد. يقرب القربان لله رب الكون يليق ويحق والسلام معنا. يا خالق العالم بنعمته مبدع البشر برحمته مخلصهم بحنان مفيض النعم عظيم على المائتين مع ألوف السماويين الذين يسجدون لعظمتك وربوات الملائكة مواكب الروحاني خدام النور والروح الذين يسبحون اسمك والكروبيم والصرافيم القديسين الذين ينادون بعضهم بعضا قائلين قديش تروح قديش مقدش ويلي ويلي مع هذه القوات السماوية نحمدك يا رب نبارك المتك المتجسد ومشهد وهو لم يعد مساوته لك الأمين بل أخلى ذاته وصار إنسانا كاملا خلاص سلم على هذا السبب أنا أمامك لمس المشرق
الخماب إداثي قدي شاثة مرم لعين القيبق آلها باب ضباط تقول كم شاكر وانبرخ لي وقصيل ولا تتلميذ دي يكد أهو بمارا شقولون أخلون مني كل أخون آدي لفغري دم بدل أخون فايش قصيا تشوقنا دخطي آتا كذلك من بعد العشاء خذ بيديه المقدستين كاسا طاهرا وشكر وبارك وناول تلاميذه قائلا خذوا اشربوا منها كلكم هذا هو دمي للعهد الجديد الأبدي سر الإيمان الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرتي الخطايا كلما صنعتم هذا تعيدون ذكري أمنينا ومودينا ونضعت لنا ونصرت طبيعتنا الضعيفة بمراحمك الفائضة آمين بارك مولانا على كل هذه النعم نرفع لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وإلى الأبد صلوا في قلوبكم السلام معنا مريا على حلفان أخوة الله هذه قربانة مقر وخطانا بدل كلنا مكافة وتدى لها بخار مريم طواني تطليب أحمر يوسف وكل بواتي كان يزيد قد شبالي قام كل نمية وشليها كل سادة مديانة بدل كل أي تقدش تقاتها بدل ما تقدش مع فرانسيس وما لويس قاتل قبطي وركبت كل بسقاء بقاش شماش ربانا نعم يا مريم على أقبل قربانا كل يوم
قفوا هادئين وخاشعين، صلوا السلام معنا. آتي أمارا روح قديش ليات يا رب روحك القدوس. May your Holy Spirit come, O Lord, and rest upon this sacrifice to be blessed and sanctified. May it become for us the pardon of death and forgiveness of sins, the great hope for the resurrection of the dead and new life in the kingdom of heaven with all who have pleased you. بأفواه منطلقة ووجوه مشرقة نحمدك على تدبيرك العظيم لنا ونمجدك دوما في كنيستك المفتداة بدم مسيحك الكريم الآن وإلى الأبد. خلى الأمقاب من شخصة الطيسة يشف الأطاوة ضبط لبجالة ألن وغزيلة سكرتا وعجب ليلة درتا محاس لقناء مخطيافي أنك يا ذنة وأني لك يا ذنة بنعمتو وبرحمة ديو. آمين برحمة The great Your mercy, O Lord, and our God, to draw us near to this glorious, holy, life-giving, and divine mysteries. ونحن غير مستحقين. فغراو دمت مخيانا مارا ايشو عمشيحة شمت بابا برونا روح القدشة العلمين. آمين. The precious blood is signed with the life-giving body of our Lord Jesus Christ. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit forever. Amen. يسم جسد سيدنا يسوع المسيح بدمه الغافر باسم الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. أتبرج القدس تعالى دم شبح باب برانا روح القدس نهوي مار حسايد حبي شكرا بحقاي والصورة رب دقم تبين في حمل كل الجميع طيب وصل رحمة الله 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 مارن إيش عم شيحة وحبت آلها آوى وشو تابوت ستروح القدشة تهوي عم كلن هاشا ووخل الزوان والعالم علمين كلن بذحلثة ويقارة نقل رازت بغرة وذمة يقيرة باروقا بلبا دخيا وهيمانوثة شارورتا ندخر حشة ونذبين بقيمته مطولاثا غير أيهي ذايد آلها بغرة مايوثة ونوشا مللتا يدعو ثانيثة ولا مايوثة من بنيناشا نسو وناموسه محيانه وبقدانه قديشه من طعيوثه لذأثه دشراره قرون واثر كلم ضبرانوثه دحلابين ريشيثه دخيانا بس قيبة اثنسي من بيثميثه قام لشمية استلق اشلمنا نرازة قديشه دوهن ندخر كل طيبوثه دلواثا حننها خيل بحب شبيعة وسويانا مكيخة نقبل موهوثة تحيد العالم وصلوثة خيثة وحشة برشانة نشتوت بالرازد آيتا بصورة دثي عوثة كثمت بنينا من ساخ الواثن حاشينا الحطاهين وشالينا الرحمة
شقانا من آلها ماركول ماربين أنسى خلواتا لخنا واثا Forgive, O Lord, in your mercy our sins and offenses and sanctify us by your grace. لنكون أهلا للوقوف دوما أمامك بقلوب نقية ووجوه مشرقة بالدالة التي وهبتها لنا برحمتك. ندعوك كلنا قائلين أبانا في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفافنا اليوم واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ ولا تدخلنا في التجربة ولكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والسلطان إلى أبد الآبدين أجل يا إلهنا وأبانا الفائذ رحمة نطلب إليك مبتهلين ليا رب ليا رب لا تدعنا نسقط في التجربة لكن نجنا من الشرير وأعوانه لأن لك الملك والقدرة والسلطان في السماء والأرض هاشا وخلصوان والعالم عالمين شلموثا على القديشة على براء القديشة على روح القديشة شوحا لو يرى روح القديشة قدس أجسادنا بجسدك المقدس وهو طيبة المحيان مارك شمسيحة الشمل برحمة عم كلان عالم عالمين
وهوف الطيب وثاد روح القدس قرونان وشتوينان وشتو تبنان مسود رازيها لنشويحي وقديش ومحياني ولايك نودي كل نخاف ونشبح لالها يا يون المسيح إلهنا وملكنا ومخلصنا الذي أهلنا بنعمته لتناول جسده ودمه الكريمين والمقدسين نسأله متضرعين أن يقوينا لتكميل مشيئته بأفكارنا وأقوالنا وأفعالنا وليكن هذا القربان الذي تناولناه غفرانا لخطايانا وعربون القيامة من بين الأموات والحياة الجديدة في ملكوت السماء مع جميع الذين أرضوا بنعمته ومراحمه الآن وإلى الأبد. آمين بارك لام كل بركة روح بشمية بقاودي شامشي حماران الله الذي باركنا بكل البركات الروحية بالمسيح يسوع ربنا الذي أعطانا جسده ودمه عربون الحياة الأبدية أهم بارخ الكنشان وناطر الجماعة التان ومقادش العمديان الذي حضر وتنعم بقوة هذه الأسرار المجيدة المقدسة المحية الإلهية وبعلامة الصليب الحي تكونون موسومين ومصونين من كل أذية خفية وظاهرة هاشا ووخل الزوان والعالم علمين آمين خوش أبوخن هابريخا مريا حاميلوخن مريا ناطيروخن مريا مبارخ لوخن أحد مبارك للجميع ربنا يحميكم ربنا يحفظكم جميعاً